الموت يغيب عالم الحاسوب الأمريكي الشهير وأحد أعلام تقنيات الحوسبة لاري تيسلر. تيسلر ساهم في تطوير العديد من الميزات الخاصة بالحاسوب والتي سهلت على الملايين التعامل مع النصوص المكتوبة، لكن أشهر هذه الخاصية على الإطلاق خاصية القص واللصق الشهيرة التي يستخدمها الملايين حول العالم في كل لحظة. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت عقب الخبر بالتعليقات الحزينة من جهة، نظراً لعبقرية أفكار الرجل وإسهاماته، والساخرة من جهة أخرى بسبب اعتماد الكثير من الكسالى والطفيليين على هذه الخاصية. وعلى الرغم من السمعة السيئة لهذه الخاصية عند الكثيرين، إلا أن ابتكارها جعل تعامل الإنسان مع الحاسوب أكثر سهولة ويسراً.